انا يمكن تجاوزت شويه في موضوع الجزائر، واحنا ما كناش لنا ذنب فيه، احنا كلنا اتسقنا فيه، لكن انا تجاوزت. ويمكن انا قابلت الاخوه الجزائريين في الحج السنه دي، وقلت لهم يا جماعه ما تزعلوش مننا، احنا اخوات، ولو كنا تجاوزنا فاحنا ربنا بيغفر. والعمليه مشيت عادي جدا، ويمكن احنا زي ما بقول لك احنا كلنا اتسقنا في هذا الموضوع، وكلنا الاخبار اللي جات لنا كلها كانت غلط في غلط، واحنا ما كناش مسؤولين. لكن انا برجع بقول في النهايه لشعب الجزائر وشعب تونس، احنا متاسفين على اي حاجه، واحنا اتولدنا من بعد 25 يناير، فربنا يوفقنا جميعا ويوفى الامه العربيه وترجع كما كانت من قبل. لا املك غير ان انا اسقف للكابتن مصطفى عبد الحي. يعني الكابتن مصطفى ده كابتني وحاجه جميله جدا في عالم الرياضه ولعيب كره من اروع ما يكون، وزميل اعلامي او احنا زملاء، لان هو يعني اكبر مننا سنا ومقاما وكل شيء. فبتصور انه اللي قاله الكابتن مصطفى ده يكبره جدا عند الناس، يكبره جدا، وفي نظر نفسه وفي نظر اسرته وفي نظر المجتمع وفي نظر الجزائريين وفي نظر العالم العربي كله. انا مش شايف انه في عيب، انت بيجي لك معلومات خاطئه وبناء عليها بتبني بعد كده بتبان. فانه يقول هذا الكلام الحقيقه انا عايز اشكره وعايز احييه، وفي نفس الوقت يعني انا مش حابب قوي ان انا ادخل على المواقع والفيسبوك وكده، التعليقات بتبقى صعبه شويه يعني، مش عليا انا يعني، انا بالنسبه لي عندي مناعه يعني. لكنه بقرا تعليقات كثيره جدا للاخوه الاعزاء في الجزائر، هم سبحان الله يعني الدنيا بالنسبه لهم اتغيرت 180 درجه، حابين قوي وفرحانين قوي وسعداء جدا وكأن شيئا لم يكن، والدنيا الحمد لله بقت زي الفل يعني. فانا يعني احيي الكابتن مصطفى واحيي كل اعلامي لو عنده خطأ في زميل، خطأ في حد، يطلع يقول هذا الكلام والدنيا تمشي.